وجناك وجناك رضيت بجار شخصك علي، رضيت بجار شخصك علي. وجناك ورد واللي حواك اغتنى. شو ما حصفوا يا يابا وجناك وجناك نجدك عن الشام الفوق. انا جاي من الفضل للمتحف البغدادي، نجدك عن الشام الفوق. وجناك سب الشط الفرات وقصد بي، عيني نظرة وحدة والقلب بيك جبار. شلون نظرة والقلب ساعة وقعتني بخطر. شلون نظرة والقلب اني نظرة وحدة والقلب ساعة الفتى الحالي من صيرت يحيى قبالي. هذا يحيى مو يحيى ادريس. نظرة وحدة والقلب اني شلون نظرة والقلب ويا حلو حسنك سيباني، يا حلو حسنك سيباني وبمحبتك واقعاني. وبالفضل ما عندي ثاني غير شخصك يا سمر. شلون نظرة والقلب نظرة وحدة والقلب يا بشلون نظرة والقلب عامي نظرة وحدة والقلب أحباي. هذا ما طلت عليكم لليوم نازل بالتلفزيون هذا المربع. مشكورين. وهكذا قضينا حوالي الساعتين في آفاق الفن، آفاق غناء المقام العراقي التراث الشعبي الأصيل، آملا أن نعيد الكرة ثانية وأن تستمتعوا به كما استمتع به أجدادنا ونقلوه إلينا. الدكتور أحمد السبتي يتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحوا دوما على ألف خير.